أطلقت الشرطة التركية النار والغاز المسيل للدموع على متظاهرين سوريين عند معبري باب الهوى وأطمى الحدوديين، وذلك لمنعهم من دخول الأراضي التركية بحسب ما أفادت مصادر محلية. وكانت الحدود السورية التركية قرب محافظة إدلب قد شهدت مظاهرات غاضبة تطالب بوقف العمليات العسكرية وفتح معابر آمنة للمدنيين. ويذكر أن القوات النظامية السورية تشن حملة عسكرية، كما تخوض معارك مع هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة سابقا التي تسيطر على جزء كبير من إدلب. يلا 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 يلا.